لا 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 لا، ايه ده؟ مالك يا ميسون يا حبيبتي، بتعيطي ليه؟ مامي انا عايزه ارجع اسطنبول حالا حالا. اهدي بس يا حبيبتي، ايه اهدي، كلميني كده بالراحه، في ايه؟ مش قادره استحمل اللي بنعمله في القبطان ده ديري. الراجل ده طيب جدا وما يستاهلش ابدا ناذيه في مشاعره. مشاعره ايه وودانه ايه؟ ده شغل يا حبيبتي، وقلتلك قبل كده عشان تبقي سيده اعمال ناجحه بلاش الرقه دي، انشافي شويه، خلينا نخلص مهمتنا ونرجع تركيا. مامي تفتكري لو بابي كان عايش وشاف اللي بنعمله ده كان هيبقى موقفه ايه؟ وايه بقى اللي بنعمله ان شاء الله ويزعل باباك يا ميسون؟ تفتكري في راجل يرضى ان مراته وبنته يهربوا مخدرات واثار؟ انا تايهه، يا ترى اللي بنعمله ده صح ولا غلط؟ ميسون يا حبيبتي، باباكي لو كان عايش كان ساعدنا في مهمتنا دي بأي شكل وبكل طريقة، عارفة ليه؟ عشان هو اللي وراني سكة التهريب دي، وهو اللي قوى قلبي، أنا يدوبك تلميذة في مدرسته. تقصدي إن بابي كان مهرب مخدرات؟ بس ده كان مافيا بحالها، ومامتك بالنسبة له تعتبر ملاك. وإذا كنت خايفة على مشاعر درديري لما يعرف كذبتنا عليه، ما تخافيش حبيبتي، درديري مش هيزعل خالص. مش هيزعل ولا مش هيلحق يعرف عشان يزعل يا جولبهار هانم؟ كله تمام يا خواجة لازقة باظ، الرجالة خلاص مستنيين الإشارة، وفي ساعة الزمن واحدة بس هيكون مخزن كافتيريا سوزي في إيدينا. اسمع، المسألة لازم تتم بهدوء شديد ومن غير عنف خالص، مش عايزين حد يحس بأي حاجة يا معلم سلاقون. الله، لا كده المسألة هتاخد وقت. اسمع كلام، أنا ضربة بالمرزبة ولا عشرة بالشاكوش، الرجالة جاهزين يا خواجة، هوب يدخلوا المخزن ويفضوه. معلم سلاقون، نفذ اللي طلبته منك بالحرف الواحد، مش عاوز أي حد يحس بأي حاجة إلا بعد ما تكون كل البضاعة اللي في المخزن خرجت. أمرك أمرك يا خواجة، يعني نسرقه بالليل من غير كسر ولا خدش. ماشي ماشي يا خواجة، أنا تحت أمرك. وأنا عند وعدي ليك، تسلمني أسلمك وانقلك نقلة تانية خالص. مين الناقد الفز عبد المعز معتز؟ يا فندم أنا وقعت من السما وانت استلقيت. انت صدق حلوة. يا ايه دي حضرتك اللي حلوة يا استاذنا؟ انا وقعت من السما وانت استلقيتني جايلك، واذ ربما تعشيني وتبيتني. الله الله، استاذ ورئيس قسم، ايه الجمال ده؟ حساب الاستاذ عندي. ما فيش داعي يا استاذ. ايه بياري، شاعر ومحتاج لوقفتك جنبه، تحب تتغدى عيش باللحمة؟ يا سلام، انا طول عمري مؤمن بالاجيال الجديدة. معك سجائر؟ اهو المحروس قاعد مع كائن غريب وعمالين يلتوا مع بعض. طب الدارة احسن يشوفنا يعرف اننا بنراقبه. انا عاوزه يعرف، وخليه يفتح بقه بتلت كلمة هكسر له سنانه. يا واد عقل يا ريس. ايوه جاي. اي خدمة يا فندية؟ كأننا شربنا، امسك دول. يا كتر خيرك يا سعادة الباشا، متشكرين. قول لي بقى، مين اللي قاعد هناك في الركن ده؟ التخين ده معرفوش. لا ده احنا حافظينه، بنقول لك على التاني. ده الاستاذ عبد المعز معتز. يطلع بقى ايه الاستاذ عبد المعز معتز ده؟ طول النهار قاعد على القهوة وحواليه قرطة بنظارات شبهه كده، يقعدوا يقولوا كلام مكعلص ويتفرجوا على الكتب اللي معاه دي، بس الكتب دي بقى ما فيها الصور. متشكرين جدا، اتكل انت. ماشي. تلاقي واحد من اياهم بتوع الندوات هيجيب له بقى جمهور وناس تتكلم عنه وتأمل منه نجم. ولما ميسون تشوفه كده طبعا ممكن تحبه، صح؟ والحل يا بسيم ايه؟ هنقعد نتفرج عليه كده لحد ما يتجوز البيت؟
أظن كده اتفقنا بقى يا أستاذ عبد المعز معتز. طبعا اتفقنا يا جهبس الجهابيز، يا نقلة في تاريخ الأدب والفكر الإنساني. الله، حلوين دول قوي. ما تنساش الكلام ده في الندوة. المهم انت ما تنساش تدفع الحساب. عيب. وكان في حساب قديم صغنطط كده، ياريت تخلصه علشان أعرف أركز في ابتكار جمل. ماشي، ركز. حاضر حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا إبياري. حقيقي يرزق الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه. أستاذ عبد المعز؟ أيوة أنا. عايزينك في لقمة عيش طرية. كويس، علشان أنا ما عنديش هناك. وفي ايه؟ كل ده بتشحني الموبايل يا ميسونة بنتي؟ سلام عليكم يا قبطان دردري. سلام ورحمة الله. انت فين يا رئيس مدبوري؟ بقالك زمان غايب يا راجل. ايه؟ ما بقاش عندك مشاكل؟ ما بقاش في مشاكل بينك وبين مراتك؟ نهائي يا قبطان، الحياة بقت جميلة ورايقه. علشان تعرف نصايحي ومفعولها، تسمع كلامي تكسب. حكيم انا راجل لفيت العالم. ايوه لفيت العالم 7 مرات وعرفت الستات يحلوا من على حبل المشنقة. تمام، انت كويس. بس ايه راحت بالي دي يا قبطان؟ مش بسبب نصايحك، دي جت من عند ربنا. مراتي تعيش انت يا راجل. البقاء لله ونعم بالله. يلا، خدت الشر وراحت. المهم انت جايني ليه؟ من الاخر، اصلي تعودت على عتناني ومش قادر اعيش من غيره، وبصراحة عاوز اتجوز. عين العقل. طب انا عندي ليك عروسة هتنكد عليك وعلى اللي خلفوك وتعتمن حياتك وحياتي اللي يشددلك. الله يخليك. بس تصبر شوية لحد ما طلقها وتوفي عدة وامشي من هنا دلوقتي. وانا ناقصك. امشي يا راجل، جاتك الهم انت وصفية في وقت واحد. برضو محفوظ. اوعى تكون بتتصل بيا يا ابطال. مرسي تعال اقعد. سامحني المرة دي، انا جاي اسلم عليك قبل ما اسافر. مش عاوز حاجة؟ سلامتك. المركب هتروح نابولي وبلكبول وكم مينة كده على ما اسم. بس اوعى حد يديلك بدل تاني، كفاية عليا بنت واحدة. البدل؟ موضوع البدلتين دول مش نازل لي من زور ابدا، عشان كده بفكر افوت على المعلم سلقون واستفسر منه. ماشي ماشي يا مرسي. عموما براحتك، تشرب شاي ولا مستعجل وراك مشاوير مهمة قبل السفر؟ كله تمام يا باسم؟ آخر تمام. خلي بقى سي الأديب العالمي إبياري يورينا منظره بعد اللي هيحصل له. لا، وعامل فيها نجم سعادته وموضب دخل ألترس وقاعد في أوضة جوه لحد ما الجمهور يكمل. وميسون معاه طبعا، ما هدفت الشرف. طب بص بص، أم إبياري بتعمل إيه؟ اسمعوا بقى، أول ما الواد إبياري يدخل زرغيت من اللي ترد الروح، والتسفيق شغال، هتافات ايه قشطة، واللي حيولع شمروخ حولع فيه بجاز. فاهمين؟ فاهمين. وزي ما اتفقنا بعد الندوة كل نفر 5 جنيه وطبق باستا. يوه جاتوه زي ما العيال بيسموه. طبق جاتوه 5 جنيه، عايزة اتجوز بيهم ابنها الميسون. سيبها تحلم يا صاحبي. إبياري وميسون هم. يلا كل شقة زرغيت. مالك يا مدام جلبهار؟ في حاجة مضايقاكي؟ ميسون يا لزباز، واضح انها طيبة زيادة عن اللزوم، وطيبتها دي ممكن تضيع مننا كل حاجة. مش فاهم، هي عملت ايه يخليك تقولي كده؟ كل يوم بيمر عليها بتتعلق زيادة بالقبطان درديري. يمكن عشان ما شافتش باباها وتحرمت من حنانه. افتكر دي فترة وهتعدي. أنسة ميسون شخصية قوية ويعتمد عليها. أهم حاجة دلوقتي إن احنا ننتهي من مسألة خروج الأثار دي من مصر، وبأسرع وقت وبأقل خطورة. خلاص يا مدام جلبهار، ندبر أي حجة لإبياري وبسيم وسلطان ونخليهم يسافروا تركيا. لا، أنا عندي فكرة أحسن وأسرع. يا ترى إيه؟
لكن قلبي، لكن قلبي جمرة حمراء يشوي الذرة لرفقة الكورنيش، مصابا بسلهوب له أصداء، والموج يمخر في الدجا بشويش. إن الهوى، إن الهوى لا يزلزل الأمعاء ويسد نفسي عن رغيف العيش. في الحقيقة مستوى النص لا يرقى أساس. محدش يزعل مني. إيه ده 50 جنيه زيادة وعدل. البنت قاعدة الله يخرب بيتك. ولا مال الدنيا، أنا لا أبيع قلمي، لا أبيع نقدي. البوفيه. لا أبيع. تقصد ايه بس مرس؟ هكون خدت لفة بالبدلتين وغسلتهم لك في الطلطل ليلة مؤاخذة؟ ما تقعد عيبك وتتكلم عادل. لا سمح الله مش قصدي، انما الموضوع اللي شاغلني قوي، مش يمكن اداني البدل دي ادهم لي على قصد وسرقهم قصد علشان شين حاجة كده وعدي بيها من المطار من غير قصد؟ قصد ايه الحكاية؟ هو مش اصلا قصد. ما تختصر يا مرس وتقول لي هو ايه القصد. انت قافل موبايلك ليه يا معلم سلاقون؟ مين؟ احنا اتقابلنا قبل كده. ايوه في تركيا.